التواشيح اللي هي قبل الفجر، والله التواشيح دي من جملة الأناشيد أو من جملة الغناء. لو كان الغناء يكون مجازا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون كلام من المأذون فيه شرعا. الشرط الثاني ألا يكون مصحوبا بآلات من آلات المعازف إلا الدف خاص بالنساء. الشرط الثالث ألا تغني امرأة بالغة برجال أو أن يغني رجل لنساء بالغات. بهذه الضوابط لا بأس، لكن إذا كان التوسع فيه موجودا قد يكره. ليه؟ لأنه قد يستعاض به عن سماع القرآن الكريم. يعني لو واحد سمع أناشيد أبو الجود وأبو مازن وأبو جهاد والناس كلهم، ممكن بكثرة سماع الأناشيد يسمع القرآن يستثقل سماع القرآن، فيعد ذلك من باب السماع المفضي إلى باطل. إيه الباطل؟ إنه الصعد به عن سماع القرآن. بعض إخواننا في بعض الاتجاهات لذا ذكر أسمائهم مولعون بالأناشيد، حتى إنهم يسمعوا الأناشيد أكثر من سماعهم بالقرآن. ده طبعا ده لا يجوز. التواشيح إذا كان ليس فيها، إذا كان مادتها ليس فيها ما يتعارض مع العقيدة أو الشريعة لا بأس بها، ما لم يتوسع فيها والله أعلم. أما كونها أنها من أو أنها في وقت قبل الفجر فهذا لا يجوز من هذه الجهة، لأنها صارت من شعائر صلاة الفجر. يقول لك إيه؟ سيتم نقل شعائر صلاة الفجر من مسجد سيد العارف بالله محمد أبو خشعم مثلا. طب إيه الشعائر بقى صلاة الفجر؟ الشعائر صلاة الفجر التواشيح، وبعدين بعد التواشيح إيه؟ القرآن، أو القرآن بعد القرآن التواشيح، وبعد التواشيح الأذان، وبعد الأذان شوية قرآن كده إيه صغيرين. يبقى دي اسمها إيه؟ شعائر صلاة الفجر. طب الشعائر ديت قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الدين ديت مين اللي بيحطها ويعملها؟ ومين اللي بيأذن بها وبيأمر بها؟ الشرع. الشرع. فإذا لم يأذن الشرع بهذا لك الأمر فهذا كله من جملة البدع. إذا التواشيح في هذا الوقت من جملة البدع، والتواشيح من غير هذا الترتيب إذا لم يكن فيها مخالفة وإذا لم يتوسع فيها فلا بأس بها والله تعالى أعلى وأعلم. وأصل التواشيح ديت هو السماع الصوفي القديم. السماع الصوفي القديم.